منار سليمي، ديك منار كيفاش؟ واش ذكر ولا انت؟ اغي اعترف الدنيا، يعني رحنا في كندا كنحترموا الاختلاف. والله العظيم الا عجبني الحال، حيت نزلتك المستوى ديال الطيابه ديال الحمام. قال لك دكتور ودكتور يدافع عن دوله عمرها 12 قرن. يا سلام، داك الفيديو اللي درتي والله ما شفتو، غير بعض الاصدقاء صفتوه وشدك العنوان ديالو مول البيجامات والبانطوفات. دوك البيجامات والبانطوفات حبيبي هما اللي داروا مجموعه شركات، وداروا من هذا السيد مسؤول في اتحاد مقاولات كندا. وبغيتي تتاكد دخل لجوجل دير سميتي. الحمد لله الصهاينه ما خلصوا عليا بالرات باش نبيع الشرف ديالي، والمخزن ما شد عليا فيديوهات ديال الاباحيه باش يقول لي هاش غتقول وهاش غتقول. وما تنساش الله يرضي عليك تصيفط لي القياس ديال الكوستيم، حيت داك الكوستيم اللي لابس راه غير زبالون. نصيفط لخويا شي كوستيم بحال الكوستيمات اللي كنعطي للبرلمان الكندي، حتى انت تبان بنادم، حيت كتدافع على دوله عمرها 12 قرن. تحياتي للمعتقلين السياسيين في المغرب.